الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصوات. لما اسمعك قال رحمه الله ما نابى عن فعل كشتى نوصه هو اسم فعل وكذا وهو ما وما بمعنى فعل كآمن كثر وغيره كوي وهيها تنزل والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كلا رويد بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لذي فيه العمل واحكم بتنكر الذي ينون منها وتعرف سواه بين وما به خطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل كذا الذي اجدى حكايه كقب والزم بين النوعين فهو قد وجب. سهر قال رحمه الله ما نابى عن فعل ولم يتاثر بالعوامل ولم يكن فضله هو اسم الفعل. تقول هيهات العقيق هيهات نابت عن بعد وليست فضله جزء من الكلام جزء من الاسناد هيهات مسند الى العقيق عقيق فعل هيهات هذا نقول ما نابع ولم يكن فضلا هذا فضلا ولم يتأثر بالعوامل هيهات لا تتأثر بالعوامل اسماء الافعال لا تعمل فيها العوامل وي وها اف مه صح لا تتأثر بالعوامل هذا حدها. ما نابع عن فعل كشتانا وصح بما اسكت هو اسم فعل الفضل مثل ماذا مثل ان زيدا قائم ان نابت عن اؤكد ولا تتأثر بالعوامل لكنها فضلة ليس جزء في الإسناد تستطيع أن تقول زيد قائم واضح. كذلك قوله ما نابع عن فعل يدخل في اسم الفاعل ويدخل في المصدر اسم الفاعل والمصدر ينبع عن فعل تقول زيد شارب الماء غدا شارب نابع عن يشرب وتقول ضربا زيدا ضربا نابع عن يضرب لكنهما يتأثران بالعوامل معربان واضح. وكذا أوه أتوجع قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا أوه وكذا أوه ومه انكفف انكفف يقول لك مه يعني انكفف اسم فعل أمر مرتجل وما بمعنى فعل اسم فعل أمر كثير جدا في العربية ويكفي أنه مقيس بكل فعل ثلاثي متصرف تام تام التصرف أوه فتقول في ضرب ضرابي وفي كتب كتابي وفي شرب شرابي كل فعل ثلاثي متصرف تام التصرف وليس ناقصا كان واخواتها لا يبنى منها عسى وليس ونعم وليس لا يبنى منها جامده يدعو تتصرف وتصرف ناقصا ياتي منها الامر والمضارع لا ياتي منها الرباعي لا يؤتى به منهم وشد قولهم دراكي زيدا انا ادرك زيدا هذا هو فعل وما بمعنى فعل كآمين كثر وغيره كوي معناها وي معناها تعجبوا وهيهات معناها بعد نزل قليل واسم الفعل الماضي اكثر قليلا من اسم الفعل المضارع وكذلك منه هيت لك هيت اسرع هيا ويها أغري حي. حي. ها حي على سوتتي والمعنى كامن كذا وغيره كوي ويتنزل قال رحمه الله والفعل اسم الفعل نوعان مرتجل ارتجلته العرب ومنقول وينقل إما من جار ومجرور كقوله يا تعالى عليكم أنفسكم وينقل من ظرف كدونك القلم خذ القلم وينقل من مصدر له فعل كرويدة مصدر أرويد وينقل من مصدر لا فعل له مصدر لا فعل له سوف يذكره ما بعنا عن القراءة بلها ما لا ترك بلها عليك وهكذا دونك ما نأخذ ووراءك تأخر وأمامك تقدم أظهر قليلا من أسماء عليك وهكذا دونك ما عليك أنا كذا رويدة أصله أرويد إروادا هناك شيء يسمى تصغير الترخيم الترخيم أن تعمد إلى الكلمة وتحذف الزوائد وتصغيرها بعد ذلك فتقول في حمدان حميد حمدان الألف زائدة والنون زائدة خذ الحاء والميم والدال قل حميد أزهر الهمزة زائدة قل فيه زهير سعاد تقول فيه سعيد حذف الألف قال ورسول من أسئلة كذا رويدا Mm-hmm.
أويدة أويدة منقول من مصدر اللي هو فعل وهو أروي، بل ها منقول من مصدر لا فعل له ليس له فعل وهو مرادف لدع، بل ها أنا دع أفهم هذه اللي ينقل منه اسماء أفعال، اسماء أفعال إذا قلت رويدة وبلها اسم على تفصيل، إذا قلت رويدة زيدا وبلها زيدا فكل منهما اسم فعل، وإذا قلت رويدة زيد وبلها زيد فهما مصدران وهو قوله يعملان الخفض مصدرين، وإذا قلت رويدا زيدا فليس أي من اسم فعل كل ما مصدر انتصر بعده مفعوله مرها صور ثلاثة، إذا قلت رويدة زيدا بلها زيدا فكل منها اسم فعل ومبنيان، وإذا قلت رويدا زيد فهما مصدران والمصدر قد يضاف إلى مفعوله، تقول أعجبني شرب الماء مرحبين أما قوله كذا رويدا بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين اقرأ وما لما تنب عنه من عمل لها، انظر الفعل الذي معناه فسوف تعمل عمله، هيهات العقيق نابت عن بعض رفعت فاعلا مرحبين شتان زيد وعمر نابت عن افترق جاء فاعلها ومعطوف عليه مرحبين، وتقول حي هلا حي هلا الثريدة منائيت الثريدة، وتقول حي هلا بعمر يا لك الصالحون فحي هلا بعمر من عجل عجلت تعداد حرف الجر، وتقول حي حي هلا حي هلا حي هلا على كذا اي اسرع الى كذا أه؟ حي على كذا حي على كذا انا قوله وما لما تنوب عنه من عمل لها، فان كانت معنى ما يتعدى الى مفعول نصبته وان كانت معنى لازم رفعت فاعلا. أسماء الأفعال أسماء الأفعال من قبل المعنى أفعال ومن قبل له أسماء، وما دام أنها أسماء فإنها يعرض لها ما يعرض الأسماء، بعضها ملازم للتنكير مثل أحسنت بارك الله فيك وأخر ما الذي فيه العمل، هي أضعف من الأفعال الأخرى ولذلك لا يتقدمها معمولها، تقول حي هلا الثريدة ولا تقول الثريدة حي هلا خلافا للكسائي محتجا بقوله تعالى كتاب الله عليكم، وقيل هو مفعول مطلق من حرمت عليكم امهاتكم، وكذلك يا ايها المائح دلوي دونك قال دلوي منصوب مفعول به لدونك خذ دلوي رد عليه لان دلوي اعرابها تقديري، ما المانع من نقول انها مبتدا دلوي دونك ورف المحل ورف خبر اظهر، فنقول يؤخر ما الذي فيه العمل واحكم بتنكير الذي ينول منها، المنول منها الملازم للتنوين يلازم التنكير من واها واهن واهن هذه اللام، قال البشار واهن لأسماء ابنة الأشد قامت ترى إذ رأت لوحدي أرهن واهن، والملازم والذي لا ينول منها فهو معرفة دائما لا معرفة دائما نحو مه وحيها لا ينون فهو معرفة دائما، وبعضها ينون وأحيانا ولا ينون، فإن نون فهو نكرة وإن لم ينون فهو معرفة، صهن نكرة صهي معرفة كما كذا أسماء، بعض الأسماء يلازم التنكير كديار وعريب واحد لا تأتي إلا نكرات، وبعضها ملازم التعريف كالضمائر وأسماء أسماء الموصولة أسماء الإشارة كذلك هذه، وبعضها يكون أحيانا نكرة وأحيانا معرفة وهي مثلها، أنا أقول إيه وأحكم بتنكير الذي ينون منها وتعرف سواه وبين وما به خطب، انتهى من أسماء الأفعال. أسماء الأصوات هي ما وضع لخطاب ما لا يعقل من الحيوانات أو ما ألحق به من الآدميين الصغار، وكذلك حكاية الأصوات هذه أسماء الأصوات، قال وما به خطب ما لا يعقل كقولك للفرس عدس عدس زدوا للفرس عدس وح للبقر وح للبقر في شو وجو وجي هذه كلها زجر الحيوانات زجر الحيوانات، والصغار الآدميين كقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وقد أخذ تمرة من الصدقة كخ كخ، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ أي لأنه لا تحل إلا الصدقة، أنا أقول وما به خطئ ما لا يعقلون مش بالفلسفة صوتا يجعلون كذا الذي أجدى حكاية
كقولين في حكاية صوت الغراب ولوقع الحجر في الماء طق أو قب، ولوقع السيف قب، ولحكاية صوت الظبية تخاطب ابنها مي بني ماذا ضبطها الظبية تصيح لابنها في الخلاء تقول له مي ضبطها لماذا آخر همزة همزة أخر ما يقول لي كلمنا الإجزاء حكاية كقب ولزم بين النوعين. قال النوعان هما حكاية الأصوات وما خطئ به صيار الأدريين، هذا الراجح، لأن ابن مالك لا يكرر. وقال بعضهم هو يقصد بها الأسماء الأفعال وأسماء الأصوات، وابن مالك لا يكرر. سبق أن قال في أول كتاب أن أسماء الأفعال مبنية يشبهها بالحرف بأنها تنوب عن الفعل ولا تأثر بالعوامل. أحيانا يستعملونها كالأسماء فتعرض. قال لا ينعش الطرف إلا ما يخونه داعي يناديه باسم الماء مبعوم باسم الماء، حكى صوت رقع الماء أبوي تداعينا باسم الشيب ذي متذلم جوانبه من بصرة وسلام. تداعينا باسم الشيب حكى صوت الإبل، يا العرب يا حكى صوت الإبل يقولون شيب 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 شيب، هكذا تشرب الإبل الماء أبوي، هو جعلها اسما وعربها أبوي. أنا قوله كذل الذي أجدع حكاية تنتقب والزن بين النوعين فهو قد وجب خلقه.